استقبلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية آخر أفواج حجاج القرعة. تم التنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لتيسير كل الخدمات لهم طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة. وصل إلى مطار المدينة المنورة آخر أفواج حجاج القرعة في انتظارهم ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءاتهم. وتحرص البعثة على تنظيم استقبال لضيوف الرحمن بالمطار بالتنسيق مع السلطات السعودية، وفي مقدمة مستقبل الحجاج مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج الذي طمأنهم على الإجراءات التي اتخذتها البعثة للتيسير عليهم لأداء المناسك. وفرت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية خدمة نقل حقائب الحجاج حتى لا يتحملوا مشقة نقلها. مع تجهيز حافلات حديثة لنقلهم إلى فنادق إقامتهم بمحيط الحرم النبوي الشريف. هنا ومع وصول الحجاج إلى فنادق إقامتهم تم تنظيم حفلات استقبال لهم بالفنادق ليعيشوا أجواء روحانية تسودها السعادة بجوار الرسول الكريم على مدار أيام قبل التوجه إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. على حج مبروك على أمة محمد. مبسوطين ومرتاحين، يعني مش عايز أوصف لك السعادة اللي الناس فيها كلها. كتر خير الداخلية كلها إن هي واقفة الوقفة دي بصراحة. إشادة كبيرة من حجاج القرعة بكافة الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم بالمدينة المنورة بخاصة لكبار السن، والتي هيأت لهم الأجواء المناسبة خلال فترة إقامتهم بالمدينة. نحرص في مجموعة المختارة على توفير أفضل الفنادق وتجهيز الغرف من قبل وصول الحجاج لسهولة تسكينهم في الغرف. نشكر السيد الرئيس ونشكر وزارة الداخلية على الخدمات اللي متقدمة لنا والتيسيرات اللي لينا هنا، وأحلى حاجة إن الفندق جنب الحرم وما بنطلب حاجة من حد ما بيتأخرش علينا. تنفرد بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بتقديم خدمة حجز الروضة لحجاجها واصطحابهم للصلاة فيها بالتنسيق مع السلطات السعودية، حيث يتم تنظيم مجموعات تحت إشراف الضباط والضابطات والتوجه بهم إلى الروضة الشريفة. احنا قبل صلاة المغرب وقعدونا صلينا المغرب الأول ودخلنا الروضة بعد المغرب على طول. التعامل مع الحجاج كان جميل جدا في الروضة، بيسمحوا لنا نقعد فترة طويلة مش زي أي حد. تستمر التيسيرات والخدمات التي تقدمها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لحجاجها على مدار الساعة بالمدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. خدمات متكاملة تقدمها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لحجاجها بالمدينة المنورة طوال فترة إقامتهم من خلال مجموعة عمل متميزة من الضباط بمختلف الرتب يسهرون على راحة الحجاج من أجل قضاء أجواء روحانية بجوار رسول الله. من المدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.